مباراة لا تنسى، دبل كيك بالمفرج، الكرة ملعوبة، عرضية للمرمى. هذا هو الفنان الذي لا يعرف الريشة ولا النوتة. هذا هو الفنان الذي لا يعرف الريشة ولا النوتة. نعم، إنه الفنان، إنه الموسيقار، إنه الفيلسوف، ادعوه كما تدعوه. إنه في النهاية الفريدي سجل لا هدف ولا أروع من كرة لافة على المرمى لباوي. شوف 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 يا لمحة، يا لمحة، يا عين قام